تحية مجددا لكل مشاهدينا وعشاق الساحرة المستديرة. نسعد انه يكون معنا في تحليل الفقرة الرياضية الزميل والصحفي محمد عوض. صباح الخير. صباح الخير اليوم. صباح الخير. صباح الخير مشاهدي الشروق. صباح الانوار منور. الله يكرمك. الله يعافيك. الاتحاد العام يؤكد انه جاهز لاستئناف النشاط الرياضي والحديث هذه الايام يعني استئناف النشاط الرياضي سواء في عدد من الاتحادات هناك في القاره العجوز. استأنفت النشاط بإمكانيات. هنا بوابة الإمكانيات دائما ما نتحدث عنها. ماذا عن حديث الاتحاد العام عن جاهزيته في حال حسب ما صرح مسؤوله وافقت أو تمت الموافقة من وزارة الصحة؟ والله حقيقة أن الاتحاد العام سيعقد غدا كونفرنس عبر الفيديو. أعتبر أنه يعني الاجتماع حيكون هام جدا من قبل الاتحاد العام لكرة القدم وأيضا مع عدد مسؤولي برضو وزارة الصحة لاستئناف النشاط. الاتحاد أكد جاهزيته لعودة النشاط مجددا. دوري ممتاز، درجة الوسيطة، دوري التأهيلي، غالبا الدرجات الدنيا ما حتستأنف سواء كانت الدرجة الثالثة أو الثانية طبعا الاتحاد المحلي والاتحادات في كل الولايات. لكن انا افتكر بانه عوده المنافسه في السودان صعبه في ظل تزايد حالات الكورونا بشكل كبير خلال الايام الماضيه، والانديه ذاتها ما جاهزه صراحه لاستئناف النشاط، خاصه انه يعني برضو ظهرت مشاكل على المستوى المالي لعدد من الأندية. في لاعبين متذمرين من عدم صرف المرتبات والحوافز في الفترات الماضية، وشكاوي برضو يعني بدأت تطفح على السطح. افتكر بأنه إذا ألغي الدوري أو توج المتصدر بيكون أفضل، لانه الوقت ضيق ونحن يعني منافستنا اقل حاجه يعني دائره. لكن يبدو ان الاتحاد لا يسير في هذا الطريق. نعم نعم، هو الاتحاد داير باي طريقه يكتمل الدوري. نعم. لانه في حتحصل له مشاكل صراحه. صحيح. في انديه يعني منافسه على التمثيل الافريقي، حي العرب والسودان، مريخ الفاشل، هلال الوبيض برضه يعني وكيفيه اختيار الانديه اللي حتمثل الموسم القادم في البطولات الافريقيه. من سيهبط ومن سيصعد؟ نعم، ومن سيهبط ومن سيصعد. حسابات يعني. يعني حسابات معقده جدا. افتكر احنا ما احسن من فرنسا لغت الدوري وتوج المتصدر، ما احسن من الامارات برضو. الناس دي كلها يعني افترض انه منكابر يعني الناس تعيش. نعم. واقعه. تعيش واقعه ويتم الغاء الدوري والناس يعني تبدا من جديد لتحضر الموسم القادم. ويعني معروف يعني جائحة خطيرة جدا وعالمية. نعم وعالمية، ونحن صراحة ما قدورة بكل صراحة يعني. صحيح. الناس ما تكابر. نتمنى انه الاتحاد العام يراجع القرار بتاعه. والله نحن نتمنى ذلك. نرجع او حنواصل مع فريق الهلال الازرق ومدافع الزوراء مصطفى على رادار الهلال. تعليق. نعم، مصطفى ناظم الصحف العراقية بالأمس تناولت هذا الخبر بشكل كبير جدا، أيضا اليوم عدد من الصحف السودانية الإلكترونية برضو تناولت هذا الخبر. فأعتبر أنه يعني الهلال قبل كده يعني جاء بلاعب من العراق ولم يقدم شيء، أيضا تجربته مع اللاعبين صراحة العرب تجربة فاشلة جدا بكل صراحة. أول حاجة الدوري الجزائري الآن متوقف، فريق الزوراء من الفرق يعني اللي بتقدم أداء متميز خلال المواسم الماضية، بيشارك دائما في بطولة أبطال آسيا، هو لاعب متميز لكن صراحة يعني احتمالات مجيء ذاته للهلال أو إذا جاء ونجاحه للهلال يعني ضعيف جدا، لانه معروف انه اللاعبين دائما اللاعبين العرب ما بينجحوا في انديتنا بشكل كبير عدا المصريين، يعني في يعني فلتات يعني
يعني بنلقى في المريخ في الفترات السابقة عصام الحضري قدم مستوى جيد مع المريخ، أيمن سعيد برضو قدم أداء متميز من قبلهم يعني، الدافي أيضا، نعم الدافي الزنزوني من عدة سنوات، النفطي طوال النفطي، النفطي برضو تجربته كانت يعني عبارة عن شو برضو كبير. نعم لكن برضو يعني صراحة المحترفين العرب يعني ما بينجحوا بالسودان، ما بينجحوا بالسودان، والهلال السوداني فريق كبير يعني وعنده سمعة. نعم نعم نحن ينفع معانا الأفارقة صراحة بينجحوا نجاح كبير صحيح. والهلال معروف يعني قدوين كلتشي سادومبا داريو كان نجحوا نجاحات كبيرة جدا في 2007 وقدموا أداء متميز جدا في البطولة الأفريقية، كان حديث للجميع هؤلاء اللاعبين يعني يوسف محمد، يوسف محمد يعني لاعب المنتخب النيجيري الأول وشارك معه في كأس الأمم الأفريقية يعني. نحن يا ريت إداراتنا تتفهم إنه اللاعب الأفريقي وكيفية إنه تستجلب لك لاعب أفريقي يفيدك وتقوم بتسويقه، لكن احنا الفكره بتاعت التسويق للاسف يا حساب فكره ضعيفه جدا في انديتنا. يعني بعيدا عن التسويق محمد، حتى مستويات اللاعبين المحترفين يعني على سبيل المثال للحصر الاسماء التي ذكرتها، يوسف محمد الظهير العصري كان للمنتخب النيجيري، داريو كان في ذات الموسم كابتن المنتخب الموزمبيقي، كيلتشي هو يعني احتياطي كان في المنتخب لكن من النجوم السوبر، ايضا بودوين صبر عليه الهلال لسنوات، كانوا في منتخباتهم نجوم يبدعون دائما. الان يعني الاسماء لا تسمع به يعني من ياتي ما نجوم يعني ما نجوم كره الله، دي مشكله كبيره جدا ومش ما بتسمع يعني حتى في دوريهم هناك بكل لاعبين في انديه صغيره او لاعبين احتياطيين في ناديهم ذاته، دي مشكله كبيره جدا يعني. لا 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 المشكلة إنه تحت السمسرة ما ويقفت، ده سبب الإصرار، سبب الإصرار نعم يعني. أنا كإداري عندي لاعب داري يجيبه بصير عليه وبصير إنه مشرك المدرب يشركه في المباريات، ودي قبل كده يعني عملها جارزيتو يعني أصر عليه على لاعب محدد اللي هو إيفوسا، أصر اللي دارت أصرد عليه إشراكه، شارك في عدد من المباريات ولم يقدم شيء، قال لهم يا جماعه يفوسا لاعب مغمور جدا ولاعب ما يعني ما بقدم لي في المباريات الافريقيه يعني، لا ده قال لهم او بصفه ثانيه قال لهم ده لاعب خماسيات ما بينفع يلعب في المباريات الافريقيه ومع فريق كبير المريخ. نحن مشكلتنا يعني للاسف في وكلاء لاعبين يعني بيخدعوا الاداريين، بيجيبوا لهم مرات يعني حتى الفيديوهات اللي بيرسلوها لهم بتكون مفبركه ما صحيحه. نعم ما صحيحه يعني. هل تعلم انه كولوبالي جاب للهلال في فتره من الفترات هو ما كولوبالي الاصلي اللي كان دايره الهلال؟ طيب الهلال ما بيطعز من التجارب الفايده دي يا محمد؟ أفريقي. نعم الهلال ما بيطعز من التجارب الفايده، كل الانديه اللي بتستقطب. والله انا افتكر انه الفتره بتاع صلاح ادريس في الهلال كانت هي فتره زاهره في استجلاب اللاعبين المحترفين المتميزين يعني، داريو كان كلتشي يوسف محمد لاعبين يعني كان قدموا اداء متميز جدا يعني وكانوا يعني نجوم كبار يعني في المباريات التي شاركوا فيها وذهبوا بالهلال الى مراتب متقدمه جدا في دوري ابطال افريقيا صح او في الكونفدراليه. لكن صراحه في فتره الكاردينال يعني لا 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 القصة تغيرت تماما، بقينا بنسمع للمحترفين لأول مرة ذاته يعني يجوا السودان ومن أندية ذاتها مغمورة، وتخيل إنه في لاعبين يعني جو عبر الهلال ما كان عندهم أندية بيلعبوا لها في بلدهم، ما تابعين لأي نادي، فدي مشكلة يعني زي ما بقولوا الرخيص برخصته والغالي بغلاوته صح يعني. لا 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 انت ذاتك لو ما جبت لك لاعب بقيمه كبيره ماليه ما بتقدر تنافس في البطولات، تنافس الاهلي المصري، النجم الساحلي، الترجي التونسي. النجم الساحلي انتدب معلول من الصفاقس التونسي ب1.5 مليون دولار. انتدب لاعبين متميزين اجايين انتدبوا من نادي دولفين بمبلغ ما يقارب 800 ألف دولار. بعدين يعني بيتم تسويقهم
بمبالغ كبيره جدا ب 8 مليون يورو 10 مليون يورو. وليد زارو بعد جاء من الاهلي من حسنيه اغادير جاء بمبلغ ما يقارب المليون دولار في موسم واحد. جاء عرض من الدوري الصيني بمبلغ 10 مليون يورو. ده فن التسويق يعني الكبير في الانديه الكبيره. فنحن للاسف يعني بنجيب لك لاعب يعني مرتبه بيكون لو بالغ 5000 دولار. وحاليا في هلال المريخ المحترف بياخذ 1000 دولار. يمكن الادارات بتزعل الحياه الرخيصه يا يعني نكشفها للجماهير. يعني محترف المريخ ريشمون بياخذ 1000 دولار ولا 1000 دولار ذاته ما دارين يديله مرتبه يعني. يعني تخيل الاشكاليه. واللاعبين الاجانب يعني في القمه يعني دائما بيشتكوا الانديه لانه في ضعف في التعاقدات. ضعف كبير جدا يعني في ثغرات. نعم ثغرات كبيره جدا يعني. اي ما في نادي سوداني كسب قضيه تجاه لاعب اجنبي او مدرب اجنبي الى الان. نبيل الكوكي اللاعبين التونسيين جابوا معه برضه ما لعبوا اي مباريات الان كسبوا قضاياهم في الفيفا ضد الهلال. المحترف التوغولي توغو كوكو برضه كسب قضيته في المريخ 35000 دولار ولعب مباراتين بس. فدي اشكاليه كبيره جدا في التعاقدات. واعتبر يعني القصه دي يعني دايره لها مراجعه كبيره جدا. قصه انتداب اللاعب يعني انت ليه ما تنتدب لاعب من اكاديميه في الدول الافريقيه بشكل متميز عشان تسوقه؟ وليه لاعبنا المحلي ده بعد تجيه عروض من برا يقول لك يا اخي لا 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 مثلا لو جاء عرض من انديه الدرجه الاولى السعودي يقول لك يا اخي والله يا اخي النادي ده صغير عليه. الناس من حولنا اتطورت يا جماعه. الناس اتطورت بشكل كبير. قبل كده كاريكا دوسي كاريكا جاء عرض من نادي الوحده السعودي إدارة الهلال رفضت. نادي صغير على اللاعب. نادي هو في لكن عنده اسم برضه في الوسط يعني في وسط الدوري السعودي. الدوري السعودي معروف اقوى الدوريات العربية. صحيح. الآن المحترفين اللي بيلعبوا في الوحدة يعني قيمتهم كبيرة جدا. أكيد. الفريد بوني من مانشستر سيتي للاتحاد جدة. جوميز والغايمة تطول. احنا ذاته لعبنا ده ندي الفرصه يا جماعه حتى لو جاءوا نادي درجه اولى. تخيل انه في الترجي التونسي بعد نال البطوله الافريقيه الموسم الماضي كان ببيع 5 لاعبين 3 منهم مشوا الدوري السعودي. سعيد بيجير بيلعب الان حاليا في ضمك السعودي بمبلغ 2 مليون دولار. اداره الترجي ما قالت اللاعب ده لاعب لاعب صغير. ما قالت النادي انضمك ده نادي صغير وما بيتناسب مع لاعبنا. لا بالعكس ده تسويق يا جماعه. اداراتنا يعني لازم تلتفت للقصه حتى لو المبلغ كان اقل. اللاعب ده لازم يخوض تجربه لانه صراحه انديتنا دي بالشكل الحالي ده ما بتنافس على نيل بطوله افريقيه. ما بتنافس الاهلي المصري الوداد المغربي الرجال البيضاوي مازيمبي. دي انديه كبيره يا جماعه. انديه وصلت يعني لمستويات كبيره جدا في البطولات على مستوى الثقافه ذاته الاحترافيه للاعب. احتراف كبير جدا للاعبين. على مستوى التدريب ستاف كامل بيكون اجنبي على مستوى عالي جدا. افتكر الشغله يعني دايره شغل كبير جدا. صحيح. نعم. الاحمر يؤكد تلقيه عدد من العروض الخارجيه ومسلسل التسجيلات يتواصل هذه الايام. حتى اداره ملف التسجيلات هنا يعني للاعبين المحترفين المحليين ايضا فيها كثير جدا من علامات الاستفهام. والله طبعا التش يعني هو لاعب مميز واتمنى انه اداره المريخ يعني لو جو اي عرض ما يقفوا قدامه لانه لاعب موهوب ولاعب صغير في السن ممكن يقدم الكثير لنفسه للسودان يعني. برضه زي ما قلت لانه الميركاتو المحلي يعني برضه في خبر عن اظهر الطاهر مدينه 11 مليار وقال برضه يعني ما شويه القروش دي يعني
يعني فافتكر يعني لاعب لكن من حقه يقيم نفسه. نعم تقيم نفسك، تقيم نفسك. لو انت جاك حتى اقل من المبلغ ده من اي نادي خارجي تمشي طوالي، ما انت عقدك منتهي. صح عقدك منتهي، تقيم نفسك، امشي نادي خارجي اذا طلبتك الانديه الخارجيه. لكن لو ما في نادي طلبك فافتكر ذاته يعني 11 مليار كثيره عليك. لانه نحن للاسف يعني الى الان يعني اللاعب ذاته بعيد تسجيله في موسم وموسمين اداؤه بينخفض بشكل كبير جدا. لكن المبالغ الماليه الكبيره يعني احتمال يكون في عرض يعني تحت الطاوله مقدم له يا محمد. احتمال يكون في عرض تحت الطاوله مقدم لاطهر من نادي خارجي ولا من نادي محلي؟ من نادي محلي مازن المريخ ما بقدم له عرض زي ده. هاي وافتكر انه 11 مليار حاليا كثير جدا للاعب في هلال المريخ ذات القيمه كبيره. لكن انت يا اطهر لو جاك نادي كبير في منطقه افريقيا او في منطقه الخليج امشي طوالي، حتى لو جاك نادي درجه اولى ممكن تطور في نفسك وتمشي للامام. صحيح. لكن صراحه فافتكر ما عارف فهم اللاعب شنو داير 50 مليون مليار ولا قروش اكثر من كده. طيب حنمشي برضو نشوف المنتخب الوطني المدرب بيطالب بالاعداد الفردي، وطبعا ده شيء طبيعي لانه الفرق كانت متوقفه لفتره طويله جدا عن ممارسه الرياضه او التمارين او كره القدم. والله طبعا المدرب من حقه انه يعني يستفسر عن كل صغيره وكبيره للاعبين المنتخب، خاصه انه المدرب الفرنسي فيلوت من المدربين المتميزين جدا، عملوا تجارب متميزه جدا في توغو مع المنتخب، عمل تجارب جيده جدا في مع النجم الساحلي مع شبيبه القبائل الجزائري. مدرب عنده طموح كبير جدا بانه يقود المنتخب السوداني الى العوده من جديد للمنافسات الافريقيه في النهائيات، سواء كانت المنافسات الشان القادمه او سواء كان الاداء الجيد في تصفيات كاس العالم. لانه القصه الى الان مبهمه بسبب جائحه كورونا. المدرب طالب اللاعبين بانهم يتدربوا براهم وواصلوا تدريباتهم الفرديه، لانه ممكن الاتحاد الافريقي في اي لحظه يعلن عوده المنافسه الافريقيه. نعم. فاعتقد بانه يعني لا ده تفكير احترافي من قبل مدرب محترف، من قبل يعني المدرب تخيل يعني انه كونه يعني يرسل للاعبين كلهم مسجات في موبايلاتهم، فافتكر بانه يعني ده احتراف كبير جدا، بحسهم ذاته على انه يعني لا التمارين يعني تكون بمعدل معين كده في اليوم، سواء تدريبات لياقيه او تكتيكيه، ولاعبنا ذاته يعني مفترض يعني يحس بالحاجه دي براو بالمسؤوليه. انت ما خلاص انت لاعب كره، انت لاعب كره قدم. نعم محترف، انت بلياقتك ده شغلك. ايوه نعم ده شغلك، لاعب كره قدم محترف ده شغلك الاساسي بالضبط، بس تهتم به يعني وتقدر تطور من نفسك عشان تمشي لقدام. اكيد. يعني فيلوت واحد من المدربين الكبار والاسماء، عليه امل كبير جدا من قبل كل جماهير الكره انه يقود المنتخب فعليا. اسم كهذا يعني لم يكن قريب في المنتخب، حتى الاسماء السابقه نعم هي معروفه يمكن لكن ليس كفيلوت. فامام تطلعات المنتخب السوداني في المستقبل القريب، حتى اذا تمت الاستعانه فعليا بالمحترفين السودانيين الاسماء اللي جاءت مؤخرا ولعبت مع اللاعبين الاجانب، اللاعبين اللي حضروا من خارج السودان، سواء كان من رومانيا او من فرنسا او نعم. من الدوري الانجليزي. نعم. محمد عيسى برضو يعني احتمال كبير. اكيد كل هذه كلبيك مره ثانيه مرحبا بكم. هننتقل مباشره للدوري الاوروبي. نعم. ولا عندك باقي اجابات؟ طيب سريعا نكمل ما نعم انقطع الحديث. نعم. طيب. عن الميركاتو، عن
انتقالات اللاعبين. في أسي مشكلة حاليا يعني انتقالات اللاعبين السودانيين، اللعيبة مدتهم انتهت في شهر مايو، يعني تقريبا شبه معلقين يعني. حتى يعني إذا جاءت عقود أو اتصالات من أندية خارجية برضو يعني حتكون في مشاكل كبيرة جدا. في المريخ محمد الرشيد ورمضان عجب معروفين انتهوا عقدهم. أيضا في الهلال أطهر عقده منتهي. في عدد من الأندية برضو في لاعبين برضو مدتهم منتهية، لكن غالبا الاتحاد الاتحاد الدولي أرسل للاتحاد السوداني خطاب يستفسر فيه عن فترة السماح لهؤلاء اللاعبين. الاتحاد إلى الآن ما حدد الزمن الممكن يعني ينتقلوا هؤلاء اللاعبين لأندية أخرى إذا فتحت النشاطات في الدول الأخرى أو في السودان. الاتحاد الدولي طبعا أرسل يعني لكل الاتحادات في العالم بأنه يعني فترة الانتقالات سواء كان في مايو أو يونيو ما يعني شبه حتكون مغلقة. يعني ربما يعني في ناس حددوا، يعني المصريين حددوا شهر أغسطس للميركاتو، الجزائريين برضو سبتمبر للميركاتو. فيعني في ناس كتار يعني بيقول لك انه اللاعبين السودانيين نعم. يعني الى الان قلقين يعني من مستقبلهم سواء كان داخلين او خارجين في الفتره الحاليه. نذهب الى العالميه كما ذكرت منى، نبدا من الدوري الاسباني. برشلونه يحقق انتصار غالي بهدف على اتلتيك بلباو، وريال يواجه ريال مايوركا. لا طبعا امبارح يعني كانت مباراه ممتعه جدا. برشلونه قدم اداء متميز، لكن معروف يعني فريق اقليم الباسك اتلتيك بلباو فريق معروف، فريق دائما يعني من الفرق اللي بيقولوا عليها عكليته جدا مع برشلونه وريال مدريد، لانه هذا الفريق يعني ما عنده لاعبين من خارج هذا الاقليم يعني بشكل كبير. برشلونه استطاع انه يعني يحرز هدف في الدقيقة 71 كفل بيه بانه يعود للصدارة من جديد. ريال مدريد ايضا اليوم لقاء مهم جدا امام ريال مايوركا. معروف انه الريال فاز في المباراة السابقة بهدفين دون مقابل على ريال سوسيداد في بطولة الدوري، وريال يعني بطارد برشلونة في صدارة الدوري. كان المباراة يعني حتكون أجمل إذا كانت برشلونة تعثرت بالأمس سواء كان بالتعادل أو بالهزيمة، لكن برضو في نقطة أنا داير أتحدث فيها بأنه يعني برشلونة صراحة يعني أداؤه يعني في الفترة الأخيرة منذ عودة النشاط في الدوري الإسباني بعد جائحة كورونا أداؤه في يعني في انخفاض، والفريق كله بيعتمد على لاعب واحد اللي هو ميسي. يعني اي لاعب داير يمسك الكوره داير يلعب لميسي، فافتكر يعني دي مشكله كبيره جدا، معادله صعبه نعم. واذا غاب ميسي يعني في المباريات لو لعبت انا في برشلونه ساحاول ان امرر نعم يعني لو حتى لو غاب ميسي في المباريات القادمه نعم. حتكون صعبه عليه جدا على فريق برشلونه الانتصار بكل نعم. صراحه نعم محمد عوض تحية لك، وإحنا حندعوك مباشرة نسحب سوية في ختام فقرتك وتمشي معنا قدام القرش، رايك فيه؟ إن شاء الله عندنا هاتف من هناك.